انا معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن سعد سمير لاعب سيراميكا كليوباترا، نهنيه بفوزه اليوم بكاس رابطه للمره الثانيه على التوالي. مليون مبروك يا كابتن سعد. حبيبي يا كريم، الله يبارك فيك، برحب بيكم كل ضيوفك. تحيات استاذ شريف عبد القادر. مبروك يا كابتن سعد. الله يبارك بحضرتك. الله يبارك بحضرتك يا فندم. وهارد لك كابتن محمد. عمل ماتش كبير النهارده بس الحمد لله. الله خير الحمد لله. هو الطرد اثر عليهم شويه. الطرد اثر عليهم، اهم حاجه حد من البيت كسب. اهم حاجه حد من البيت كسب، صح كده. حد من العيله. وانت الكبير برضه يا كابتن سعد، فتمام تعدي. هو لسه جاي. في اوضتين هيناموا مبسوطين واوضه زعلانه مش مبسوطه. كابتن سعد الف مليون مبروك. اسم المكافاه بقى ايه؟ اسم المكافاه. استاذ شريف بيقول لك ايه اسم المكافاه؟ لا ما تقلقش، كله ليهم خيرهم. حبيبي يا كابتن سعد، اداء محترم جدا من سيراميكا. كنت بتكلم في المقدمه النهارده انه فريق محترم، اداره محترمه، جهاز فني محترم، ومجموعه لاعبين جيدين، في النجوم والخبرات زي حالاتك كده، وفي الشباب وفي اجانب كمان كويسين، قادرين تعملوا فريق محترم جدا يا كابتن سعد. والله الحمد لله كريم، يمكن هو تتويج النهارده، تتويج للموسم كله، تتويج للاداء المتميز من اول الموسم مرورا ببطوله كاس السوبر، والاداء الجيد في الدوري الحمد لله. زي ما انت قلت في اداره محترمه، يعني ببارك الحاج محمد ابو العنين ومستر طارق ابو العنين ومستر معتز البطاوي ومستر يوسف، ناس عاملين شغل كويس من اول السنه لحد دلوقتي. انا عارف ان كان فيها كابتن سعد، كان عارف ان في ميتنج عبر زوم قبل المباراه، كان ميتنج مهم جدا، كان في كلام مهم جدا. كان في دي طبعا يعني جلسه تحفيزيه من الحاج محمد ابو العنين للعيبه والجهاز الفني، وحرصه ان دايما ان هو يبقى معانا، وحرصه دايما ان هو يخلق دوافع للعيبه، وكان بياكد ان احنا نكسب البطوله عشان نبقى متواجدين تاني في كاس السوبر. فادانا دفعه كبيره جدا، لان هو كان عنده سفر بره مصر، والحمد لله يعني كلامه كان كله ايجابي، وكلامه كان كله دافع للعيبه، وكان في مباركه منه بعد المباراه، وبيبارك اللعيبه ووعدهم بمكافئات، ووعدهم ان الفتره اللي جايه يبقى في تدعيم للفريق. فالحمد لله زي ما انت قلت منظومه كويسه، والجهاز الفني بكره كابتن ايمن الرمادي والجهاز الفني واللعيبه الكبيره الخبرات اللي موجوده عاملين شغل كويس السنه دي. فبنشكر ربنا، ما فيش حد بينجح يعني من غير ما يتعب، ما فيش حد بينجح بدون سبب، لازم يكون في تعب، لازم يكون في تخطيط كويس، والحمد لله ده شغالين عليه الفتره اللي فاتت، فبشكر ربنا. صحيح. المشوار العظيم في كره القدم يا كابتن سعد، سواء مع النادي الاهلي ومع كل الفرق اللي اشتركت معاها ومع منتخب مصر، مستمر مع سيراميكا كليوباترا الموسم الجديد ولا بتفكر في حاجه ثانيه؟ لا الحمد لله انا مبسوط ومرتاح مع سيراميكا، وفاضل لي موسم كمان في عادي الموسم اللي جاي. هاي. فبالعكس انت يعني ما بتصدق تكون موجود في مكان فيه استقرار وفيه كل الحاجات اللي انت محتاجها موجوده. الحاجه الثانيه لما يكون في كمان عنصر البطولات، ثاني سنه الفريق سيراميكا بياخد بطوله، والحمد لله بيكون فرد من المنظومه دي. كنت لسه بقول لايمن اشرف بيبارك لي، فبقول له ايمن اديك شايف البطولات ايمن، وانت جوه بطولات وانت بره بطولات، فلازم تشد حيلك عشان تبقى زي كده. ما انت برضه ما بتفوتش فرصه برضه لما تكيد زمايلك، يعني ما تسيبهمش في حالهم. ايمن حبيبي وبتمنى له التوفيق. فالحمد لله بالعكس، انت بتبقى لازم تتمسك باي مكان انت موجود فيه يكون فيه استقرار. الحاجه الثانيه انا بشكر زمايلي وبشكر اداره النادي، لان حته ان انت تفضل عايش طول حياتك بتاخد بطولات وتكسب بطولات دي نعمه كبيره من ربنا طبعا. فهم سبب رئيسي اللعيبه والجهاز الفني مع اداره النادي ان احنا عايشين الايام الجميله دي، فيا رب دايما في استمراريه. ودي ميزه حلوه ان المستثمرين والناس المسؤوله عن نادي سيراميكا كليوباترا فعلا اضافوا للكره المصريه وخلقوا حاله جميله الموسم اللي فات والموسم ده. يعني البطوله رقم كام دي يا كابتن سعد؟ والله كريم انا متلخبط، لا 27 ل 28 سواء. يا شوف انت متلخبط من عددهم الكبير، يعني ربنا يزيده ويبارك. لا والله مش قصدي، بس انا يعني في بطوله واقعه مني فهروح دلوقتي، انا مسجلهم فاقعد اعد براحتي. اعد بقى براحتك زي ما انت عايز. بمناسبه البطولات الكتير اللي طبعا معظمهم مع النادي الاهلي، وعلى ذكر النادي الاهلي، انت كعبلت وسام ابو علي ولا ما كعبلتوش؟ عشان انت عملت لنا كريم، انا واخد رابطه النهارده وفرحان يا كريم. بس انت عملت لنا جدل، كعبلت ولا لا؟ ومبسوط بالرابطه، فخليني في الرابطه. يعني عشان نخلص، عايزين نخلص الحكايه دي. حبيبي يا كريم، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا كابتن سعد. ما تنساش مكافاه، يعني ما يعني قسم المكافاه، ما تنساش يعني. لا لا ما تقلقش، له هديه حلوه. انا عارف ان ليه هديه. هديه محمد عمل ماتش كبير النهارده، وهو لعيب يعني عنده كذا عرض الفتره الجايه، يعني هو لعيب فري دلوقتي، عقده انتهى مع طلائع الجيش، وعنده كذا عرض ان شاء الله الفتره الجايه نختار له الاحسن، وربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله. ربنا معاك ومعايا كابتن سعد، بشكرك شكرا جزيلا، والف مليون مبروك، ودايما يا رب رافع بطولات باذن الله.